طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. الله يخليك جوانا بطرق النعاد والدجداش البيضة. شوفهم الآن امبراطوريات. عن من تتحدث انت الآن؟ عندنا أحزاب إمكانياتها أعلى من الدولة العراقية. احنا وين رايحين؟ أهلا بكم من جديد. نتحدث في بداية هذه الحلقة حول موضوع تشكيل الحكومة. اليوم هناك حديث عن أن المالكي والنجيفي يقودان صفقة للعودة إلى الحكومة وإلى البرلمان، يعني في ظل حراك لتشكيل التحالفات في العراق. يقود رئيس الوزراء السابق الذي يتزعم ائتلاف دولة القانون نور المالكي، ورئيس تحالف الفتح الجناح السياسي لميليشيا الحشد الشعبي هادي العامري، ورئيس كتلة عطاء المنضوية ضمن تحالف النصر فالح الفياض، الذي تتحدث تسريبات عن انشقاقه عن تحالف رئيس الوزراء حيدر العبادي. وأبرز ما تحقق في ساحة هذه الجبهة هو قدرتها على استقطاب رئيس تحالف القرار العراقي القيادي في كتلة المحور الوطني أسامة النجيفي، وهو الند الدائم لنوري المالكي فيما يبدو ظاهريا أنه بداية لتشكيل الكتلة الكبرى، إلا أن حقيقته تشير إلى وجود صفقة يقودها المالكي والنجيفي للعودة إلى الحكومة والبرلمان، فيما يبدو أنه تكرار لسيناريو حكومة 2010. بحسب طبعا مصدر مقرب من ائتلاف دولة القانون، تحدث إلى صحيفة العربي الجديد بأن الحوارات مع تحالف القرار العراقي وصلت إلى مراحل متقدمة. أوضح هذا المصدر بأن الاجتماع الذي عقد أخيرا بين نور المالكي والنجيفي والفياض، كما قال، مثل انطلاقة لحوارات لتشكيل الكتلة البرلمانية الكبرى، وبين بأن التحالف المالكي تمكن خلال الفترة الماضية من كسب ود تحالف الفتح واستمالة جناح فالح الفياض الذي يضم أكثر من 20 نائب، فضلا عن حوارات متقدمة مع أحزاب كردية فائزة في الانتخابات. وأشار إلى أن القوى التي ستشكل الكتلة الكبرى هي التي ستمتلك حق تسوية الرئاسات الثلاث، رئيس البرلمان ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية. لفت إلى عدم وجود أي خطوط حمر على أي شخصية لتولي أي من هذه المناصب، ولم يستبعد المصدر من داخل ائتلاف دولة القانون إعادة طرح اسم المالكي كرئيس الوزراء لولاية ثالثة في حال تمكن ائتلافه من تشكيل الكتلة الكبرى، وطرح اسم أسامة النجيفي لرئاسة البرلمان إذا تم انضوائه بالفعل ضمن هذه الكتلة. هذا السيناريو يعود بالفعل بالعراق إلى عام 2010، حين تشكلت حكومة ترأسها نوري المالكي وبرلمان بزعامة أسامة النجيفي. معروف كانت من أسوأ الحكومات في الفترة التي تلت احتلال العراق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية عام 2003، والتي ألقي عليها اللوم بالتسبب في دخول تنظيم داعش إلى الموصل ومدن عراقية أخرى في منتصف عام 2014، إلا أن ذلك لا يمنع القوى التي تتمكن من تشكيل الكتلة البرلمانية الكبرى من حق التحكم بالمرشحين الذين سيتولون رئاسة الحكومة والبرلمان، وفقا لما يراه عضو البرلمان السابق على ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني. يعتقد عبد الهادي بأن ائتلاف دولة القانون هو الأقرب لتشكيل هذه الكتلة كما يقول. وأكد كذلك في حديث لصحيفة العربي الجديد بأن اللقاء الأخير الذي جمع نور المالكي والنجيفي والفياض يمثل مقدمة لانبثاق الكتلة البرلمانية الكبرى، على الرغم من أن فالح الفياض ما زال رسميا ضمن تحالف النصر ولم يعلن عن انشقاقه رسميا. وتحدثت وسائل إعلام محلية عن أنباء عن نية الفياض عن انشقاق عن تحالف رئيس الحكومة حيدر العبادي والالتحاق بكتلة المالكي التي
ينوي تشكيلها. أوضح عضو البرلمان عن كتلة ائتلاف ذات القانون السابق بأن المشهد الحساني بأن المشهد التوافقي يحتم كما يقول وجود الجميع ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة، ورجح بأن تكون القوى الكردية ضمن التحالف الواسع الذي يدعو إليه المالكي، وتوقع أن تأتلف معظم الكتل الفائزة في الانتخابات ضمن كتلة برلمانية كبيرة، موضحا سيحدث شبه توافق ولن يذهب أحد إلى المعارضة لأن ذلك أمر صعب جدا بعدما تعولت القوى السياسية على الوجود في السلطة. وقال من شب على شيء شاب عليه كما قال. كذلك أشار إلى وجود تدخلات إقليمية ودولية من أجل الدفع باتجاه تشكيل حكومة يقودها أشخاص محدودون، وبين بأن الحصار المفروض على إيران والمتغيرات في الدول العربية تؤثر على التفاهمات السياسية في العراق، وشدد على أنه على الكتل السياسية البحث عن مخرج. في نفس السياق النائب السابق عن ائتلاف ذوات القانون محمد الصيهوت قال بأن تحالف المالكي هو الأحق برئاسة الوزراء، كما قال بعد التقدم الذي حققه على طريق تشكيل الكتلة البرلمانية الكبرى. أوضح في حديث بأن هذه الكتلة ستشكل برئاسة ائتلاف ذوات القانون وعضوية تحالف الفتح وجزء من تحالف النصر جناح الفياض كما قال، وأشار إلى أن هذه الكتلة ستعلن بعد عيد الأضحى لتقوم بعد ذلك بترشيح رئيس الوزراء الجديد. إذن هناك تحالف جديد بين المالكي النجيفي هادي العامري وفالح الفياض لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان وكذلك لتشكيل الحكومة. نريد أن نستمع إلى أصواتكم أعزائي المشاهدين حول هذا الموضوع. معنا اتصال أبو حسن من بغداد، تفضل أبو حسن. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يحفظك إن شاء الله يا رب. حياك الله. أخوي عمر، هي هاي المجموعة هاي الجثي جابوها الأمريكان هي ما منها نتيجة أبداً. نعم. يعني نفس اللي أنا قلته سابقاً وأقوله هسه. يعني نفس الوجوه ما تغير. وكل شيء ما يتغير. بس أنا يعني أدعو اللي ما عنده كرامة، بس اسمعني أخوي عمر بالكلام، اللي ما عنده كرامة من العراقيين وما يخاف على غيره وشرفه أحتل يبدل من ذكر إلى أنثى، يعني صفح الكيل بعد، صفح الكيل، الغربية تنبرت، الناس مالها جوع، الطب ماكو، علاج ماكو، أكل رديء، حصة تموينية تعبانة، الأمور واصلة حتى الانهيار. يعني شلون يصبرون هيك ناس على الذل؟ يعني الذل صعب والله. انا الصراحه يعني انا طبيت المكاس في المستشفى يعني فد مذله الى ابعد مدى. شلون يصبرون دول العراقيين ما ادري؟ يعني ما بقت غيره بعد ابد؟ ابد غيره ماكو بعد؟ والله اكبر عين. اذا عراقي ما يحب الذله ويحب المهانه لنفسه احسن يبدل الجنس ماله. والله كفر كفر مذله. يعني رجل مريض طلعت من المستشفى طلعين الظاهر ما بقت عنده فلوس ويتألم يهن من الألم وما عنده طلعين من المستشفى. هذا مو منهم يعني يقولون العراق يدلون. والله عيب، أكبر عيب، أكبر عيب، أكبر عيب. أنا أقول للرجال ما يحافظ على كرامته مو رجال ولا يكون يعني وحقاد العبادة بده ينزل. اللي ما يحافظ على كرامته وشرفه اللي بده جده. والله أكبر عيب. لا. ناس متدمرة يعني شاف المر قالوا قبل الحمد لله هاي ما ادري. شنو رايك ابو حسن؟ ما شنو رايك اليوم اسامه النجيفي والمالكي يريد يتحالفون لتشكيل الحكومه؟ اخويا نفس الخنازير هذول اذيه للشعب بالاعلام يحكي لك شكل وواقع الحال هم بياتهم متفقين على العراق. انا ادعو مرخصك اخوي عمر، انا ادعو كل عراقي اي دوله بالعالم يشوف امريكي قتله لا 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 كل الامريكان. والله العظيم لا هذا تحريض غير مقبول. لا الله يخليك ابو حسن، تفهمني من جاب البلاء علينا ابو حسن؟ تحريض هذا. نعم ابو حسن على العرب
والله ضحك على العراقيين يا اخي، يا اخي هسه لما تطب باي مكان، والله العظيم عمر اخوي اسمعني، اول ما تطب باي مكان طب المستشفى زين، يعني طب المستشفى تدفع باص ب 3000، الدواء ب 1000، وماكو دواء تشتري من برا، يعني هذاك اليوم الوف. نعم يعني شو الكرامه ما عندي انا. نعم أنا أشكرك أدعو من العراقيين. نعم أشكرك أبو حسن من بغداد. طبعاً كذلك العضو السابق في تحالف القوى العراقية أكد، وهو محمد عبد الله، أكد بأن اللقاء الأخير بين نور المالكي وأسامة النجيفي يشير بوضوح إلى رغبة الرجلين للعودة إلى السلطة عن طريق إبرام صفقة الكتلة الكبرى، وبين في حديث للعربية الجديد بأن الأمر لن يكون سهلا عليهم، لا سيما في ظل وجود جبهة مناوئة يقترب عدد مقاعدها من نصف عدد مقاعد البرلمان، متمثلة بتحالف سائرون والنصر والحكمة والوطنية وبعض النواب السنة، والتي تصل مقاعدها إلى 160 من مقاعد البرلمان البالغة 329 مقعد. معنا اتصال أبو عمر من السليمانية، تفضل أبو عمر. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام ورحمه الله. استاذ عمر، بالنسبه للتحالفات الجديده وما هاي قديمه وجديده، هي القديمه جديده. نعم. 4 سنوات راح يجددوها. بس انا اسال، هذا المرجع اللي طلع الفتوى يقول مجرب لا يجرب، شو المجرب اجى رجع غصبا عليك وعلى اللي انتخبهم واللي ما انتخبهم، راح يقتل ويسرق كل شيء اللي يريد يسويه، تريد ما تريد. هذه مو مسألة مجرب أو ما مجرب أستاذ، هذه مسألة عصفور كفل جرزور واثنين طيارة، هاي عندهم مصالح بالمليارات أستاذ، هذا ضحك على العالم، هذا استهزاء بعقول العالم، استخفاف إلى درجة. بس أنا اللي أعرفه أمريكا مقررة هذه المرة كل واحد تابع إلى إيران إما يرمي الطلاق بثلاثة 3 مرات يطلقها لإيران أو ما يشارك بالحكومة، هاي الوزارة ما يشارك بها بعد، هذا قرار أمريكي اتخذه دونالد ترامب أستاذ، بعد ماكو تشوف شلون حادث الصين على إيران، فتشوف حتى المظاهرات هو اللي يشعلها، المظاهرات هو اللي يقودها، على رجال أموال ينطوهم، هاي 15 سنة هاي المظاهرات ما طلعت بهالشكل هذا، وده راح تستمر بعد، يقول لك أريد أكره الشارع الشيعي، أخلي الشيعي يكره إيران. 15 سنة صور خميني وخامنئي والسستاني موجودة بالبصرة، ما حد مزقها، ما حد شككها، ليش هل ما تشككوها؟ يقول لك أريد تكره إيران، خلاص إيران انتهت، نظام إيران إن شاء الله بإذن الله سيسقط سيسقط سيسقط، مثل ما سقط نظام طالبان ونظام صدام حسين وحسني مبارك والقذافي وعلي عبد الله صالح وغيره زين العابدين بالعمل، لازم هذا يسقط، انتهى القرار، اتخذ خلاص، هاي الصفقة موعدة مسبقا، طبخوها كملوها. نعم هسه راح ينفذوها وراح تشوفها بعينك ان شاء الله استاذ عمر. زين، اذا يعني الامريكان والايرانيين اليوم تقريبا متفقين على موضوع تشكيل الحكومة، النجيفي والمالكي، يعني الجماعة كانوا على أساس دائما ليسوا على وفاق، وتعرف حكومة 2010 لما شكلت اللي صار وراها يعني إهدار المال العام وكذلك دخول تنظيم داعش، الاعتقالات، اليوم الجماعة المزاعلين يريد يشكلون الحكومة. زين يعني النجيفي يعني كما يقول الناس، يقول لك شنو من اي وجه هو يجي يرجع النوب رئيس برلمان، او المالكي باي وجه يرجع يصير رئيس وزراء؟ قسما بالله لا نوري ولا خيره يجي اذا مو بامر امريكا، ما بامر ايران. تقول امريكا وايران متفقين، امريكا تريد استاذ ما تريد تصير حرب اهليه، امريكا ما تريد تصير، امريكا تريد تسقط ايران بطريقه اخرى. هي هسه كمال يجي واحد موالي لايران، هذا خلي يروح يبيع باجله لبلبي، شلون قبل كان يبيع بايران بطهران بقوم يبيع باجله ولبلبي، خلي يرجع يبيع، شوف وين بالسيده زينب بسوريا، مال يرجع واحد موالي، هاي سياسه خدوعين، هذا سياسه، هذا الحصار الظالم، يعني بتشوف القوي الكبير اللي مفروض على ايران
هذا مو قوته استاذ مال يرضيه بالعراق ويروح يسوي على حصار، هذا ترى مضحكه، هاي مو سياسه، هاي عشان يسمع هاي سموه دعاره، هاي لا هم حازين عليهم يمين خلاص انتهت طبقه معده، خدوا عين خدوا عين. هو ليش يضغط على ابو تركي على ابو زقاز؟ لا يقول له اريدك توقف وياي ضد ايران، اريدك توقف وياي ضد ايران، ايران مال مال تبقى تستمر اكثر من 40 سنه مستحيل، هي سنه الاخرى يلا تكمل ال 40 مو هالسنه هاي، سنه الاخرى ان شاء الله تكمل ال 40 بس ما راح تكملها باذن الله تعالى. اما مدارات منا ومنا هذا يجي وذاك يصرح، هذا اجلكم الله باللغه الدارجه الشعبيه يسموها عشان يسمع ضربه سوق الصفافير، كل حد يميز بيه هذا، هاي التصريحات النجيبي وايان علاوي ونوري كلها كذب بكذب. نعم. القرار بيد امريكا اتخذ وخلاص. وانا اشكرك استاذ عمر. ابو عمر من السليمانية كان معنا. محمد عبد الله النائب السابق تابع الى ان اتفاق هذه الكتل او على الاقل بقائها بعيده عن جبهه المالكي سيصعب من مساله تشكيل الكتلة الكبرى، هذا ما ذهب إليه أيضا القيادي في تحالف سائرون رائد فهمي الذي قال بأن جهود تشكيل الكتلة الكبرى لم تنجح حتى الآن بسبب صعوبة المهمة. كما قال أشار في تصريح صحفي إلى وجود جبهتين تتنافسان لتشكيلها، هما جناح سائرون وحلفائه وجبهة ائتلاف دولة القانون وحلفائها، وأضاف لم يحسم الأمر بعد ولم يصل إلى محور إلى مرحلة التوقيع، بيّن بأن تحالف سائرون لن يشترك في حكومة لا تخدم برنامج الأصلاح كما يقول. في غضون ذلك أكدت مصادر سياسية كردية بأن الكتل الممثلة لإقليم كردستان العراق الفائزة في الانتخابات التشريعية التي جرت في مايو أيار الماضي أجلت سفر وفدها إلى بغداد لبدء مفاوضات لتشكيل الحكومة الجديدة إلى ما بعد عيد الأضحى من أجل إقناع المعارضة الكردية بالانضمام إلى هذا الوفد. مصدر مقرب من الحزب الديمقراطي الكردستاني قال، والذي يتزعمه رئيس إقليم كردستان السابق مسعود البرزاني، تحدث بأن الوفد الذي تشكل من الحزبين الرئيسيين في الإقليم الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني قرر تأجيل زيارته إلى بغداد التي كانت مقررة الأسبوع الحالي إلى فترة ما بعد العيد، الجماعة رديع عيدون كلهم، من أجل فتح أبواب الحوار مع الأحزاب الكردية المعارضة ومحاولة إقناعها بالمشاركة في مفاوضات لتشكيل الحكومة الجديدة. أضاف بأن دخول القوى الكردية للمفاوضات موحدة وسيمنحها قدرة أكبر على المناورة من أجل الحصول على حقوق الشعب الكردي كما قال، وأكد عدم وجود خلافات بشأن منصب رئيس الجمهورية الذي سيكون من حصة الاتحاد الوطني الكردستاني وفقا لاتفاقات سابقة. وهذا ما أكدت عليه عضو البرلمان السابق النائبة الكردية نجيبة نجيب التي قالت بأن الأكراد يجب أن يذهبوا موحدين إلى بغداد، وأوضحت في حديث للعربية الجديد بأن الكتل الكردية الفائزة يجب أن تحصل على حقوق الجماهير التي انتخبتها وفقا للدستور كما قالت. معنا اتصال عثمان من الموصل. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. استاذ العزيز. نعم. احنا من الموصل نتمنى نور المالكي يرجع رئيس وزراء. نعم. ليش؟ والله العظيم من شان رئيس وزراء الله اللي يفيد، بس والله سوامي موقف يعني ما يمسك نور المالكي. شلون بالله؟ رواق اقل بيت اقل بيت عده سنه يجيهم ست رواتب خمس رواتب اقل بيت، هذا اقل بيت ايش بيه؟ يجي خمس رواتب ست رواتب يجي شنو شي يجي عثمان؟ نور المالك ينطي كل بيت كان ست رواتب خمس رواتب كل بيت سني بل موصل جنوب الموصل كله ست رواتب؟ شو ما حصلنا احنا؟ ست رواتب شو ما حصلنا رواتب؟ اي اقل بيت ثاني زين لعد ليش ما صار رئيس وزراء الولايه ثالثه اذا هالقد الرجال كريم على الشعب العراقي؟ والله حيل كريم دحق وخلى الجندي قال للجندي قبل موصل انطاه مليون ونص قال له بس اقضب قاعك وعرضك هذا مليون ونص. اي زين انا يعني
يعطي مليون ونص وبعدين الدولة انهارت راحت فات داعش واخذها هو هذا الحال؟ عشان كم واحد مو خش وادم يعني عندنا احنا يعني كم داعش مو خش وادم مو خش وادم هم القواد وعاش زين عثمان ايش دخل داعش للموصل خلاها تسيطر؟ دخلها اهل الموصل ما دخلها. انت منين من الموصل؟ انا قريب على الموصل يعني. منين؟ قريب على الموصل. لا قل لي بالتحديد وين؟ علي. ها؟ استاذ العزيز. بس قل لي وين؟ انت من الشرقاط؟ من الموصل الايمن؟ من الجانب الايسر؟ وين بالضبط؟ كالعفر؟ قريب على القياره. ها؟ قريب على القياره. قريب على منو؟ قريب على القياره. على القياره. انت نزحت لو ما نزحت؟ لا ما نزحنا. ما نزحت انت. زين المالي انت تقول المالك كان يعطي 5-6 رواتب، وين هذا الحكي؟ يعني هيك يعطي للناس يعني؟ عامل. الرعاية الأرامل كان كلهم يعطيها الرواتب وهسه يعني كل ما خلى نعم. المنتج الموظف رواتب دك تمام. هسه أنت جندي أنت موظف جندي. شنو أنت؟ أنا مواطن عراقي حارس. شلون؟ حارس يعني. حارس إيه؟ حارس وين؟ والله بالطاقة الحرارية. بالطاقة الحرارية. ايش قد راتبك؟ أجور يومي 195 كان كل رات شهر يجيني. أجور يومي 195 بالشهر. إيه 195 شهر. قال واحد. إيش قد شهر بزمن المالكي؟ ها؟ إيش قد شهر راتبك بزمن المالكي؟ كان 195 أجور يوم إحنا. وهسه؟ هسه ما أقصر 40 كل شيء ما أقصر. هسه أنت قاعد يعني؟ إيه من راح المالكي ما أقصر. يعني أنت تريد يرجع المالكي اللي ضيع 800 مليار دولار حتى يعطيك 195 ألف بس، هاي طموحك بالحياة؟ هو ما خلى قصره، بس شو تسوي هذولين كم واحد داعشين جابوا الدواعش علينا. نعم. زين هسه انت عطال بطال ما عندك شغل. ها؟ انت هسه قاعد ما عندك شغل. اي والله قاعد لا شغل لا عمل. وتنتظر المالك يرجع حتى يرجع يعينك. زين ليش ما عينك؟ أو تمام. انت كنت اجور يوميه ذلك الوقت صح؟ ايه. ليش ما تعينت؟ ايه. ليش ما ثبتت بالتعيين؟ اذا تقول المالكي ايه جيد. عينهم وجو الدواعش، يعيننا وكان يجون الدواعش. يعني ما هو خلصت هم الفتره مالته، هم اجوا نص 2014 خلصان الفتره مالته كانت. احنا قسم لنا عينهم حقوق. اوكي، ليش ما تعينت انت؟ احنا يعني عيننا الوجهه الثانيه وطبوا الدواعش. والله عثمان امرك مضحك انت. نعم عثمان. لا والله احنا نحكي الحق احنا. اي والله اذا انت راضي على المالكي انت انتخبته رحت انتخبته لو لا؟ والله ما انتخبت احد انا. ليش ما انتخبت احد؟ ما انتخب منه. مو تقول انت المالكي زين، شلون رحت انتخبت المالكي؟ ما المشكلة ما رحت انتخبت احد. عجيب والله. شلون؟ ما انتخبت احد انا. ليش ما انتخبت احد؟ ما مقتنع؟ ضجنا على المالكي ما مقتنع بالانتخابات؟ والله ضجنا على المالكي حيل. شلون؟ ضجنا على المالكي حيل ضجنا عليه. ضجت على شنو؟ خلص رئاسة الوزراء مالته. اطلاله 8 سنين يحكم العراق وهذا حال العراق. لا كهرباء لا مي، نسبة البطالة 50%، شو تريد بعد؟ زين المحافظات الجنوبيه هسه طالعه مظاهرات، تدور وظائف وتدور مي حلو وتدور كهرباء، ذول هم دواعش؟ هذا ما قضوا نعمتهم، لو قاضين نعمتهم كان ما صار بينا هالصار هذا. شلون؟ اقول له قاضين نعمتهم ما صار بينا هالصار هذا. اقول له ما عنده تعيين، ما عنده شيء ياكل، انت هسه تقول انا عطال بطال ما عندي. انت شلون كنت عايش 195 ألف؟ انت كلامك مالكي والله عثمان انت كلامك متناقض، تقول كنت اجور يوميه 195 ألف بذلك الوقت والمالكي ما ثبتك، هسه انت عطال بطال، انت شلون عايش كنت وهسه شلون عايش؟ عجيب. معنا اتصال بالله بس اعاده الاسم. ابو زينب من النجف، تفضل ابو زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يسعدك. حياك الله.
هناك اكو كثير من القرارات المعطله من زمن نور المالكي واللي كانت يعني تصب في مصلحه شريحه او شرائح كبيره من الناس. نعم. واحده على سبيل المثال قرار زياده رواتب جميع الموظفين من الدرجه العاشره الى الدرجه الرابعه. ها؟ وبأثر رجعي اعتبارا من 1/7/2013. الو اسمعك ابو زينب تفضل. لما اجى حيدر العبادي الغى هذا القرار. نعم. وبدل ما يطبق هذا القرار جاب لنا 6 أو 7 استقطاعات. نعم. ضريبه دخل وضريبه مهنه وضريبه من شنو واخرى اكو كاتبين اخرى وغيره وغيره والحج الشعبي وغيره. طيب. ثانيا احنا لحد الان انا احكي لك انا عمري 60 سنه لحد الان قاعد ايجار. زين؟ ما وزعوا من 2003 الى الان ولا قطعه ارض سكنيه على اي مواطن. لا مواطن عادي ولا موظف. واكثر شريحه متضرره بالموظفين هم المعلمين والمدرسين. نعم. فاحنا نطالب بتوزيع قطع الاراضي، قطع الاراضي نهضوها نهيبه، لا خلوا قطعه ارض سكنيه ولا زراعيه ولا صناعيه ولا تجاريه ولا سياحيه، كلها نهضوها باسم الاستثمار. وخاصه سحب الفكلاوي وعدنان الزرفي. والمحافظ الحالي ورئيس واعضاء مجلس المحافظه الموجودين كلهم حراميه والمدراء العامين الى اصغر رئيس قسم. بعد ما فات هذا كله استحوذوا على جميع الاراضي الموجوده كمساحات خضراء الحدائق والساحات العامه والحزام الاخضر اللي طوله 7 كيلومترات وكله بنوه بس مواد يعني شغلات استهلاكيه مولات ومحلات ومن شنو كذا. بعدين الحوزه الدينيه في النجف استولت على معسكر تدريب النجف اللي هو اصلا تابع الى وزاره الدفاع وحولوه الى حي سكني راقي من الدرجه الممتازه ماء صافي مو مثل ما اللي يجينا احنا كله ملح وكله دود وكله طين والكهرباء على ما تسمى بالخط مو الوطني انما خط الطوارئ اللي ما ينقطع 24 ساعه ومصور بالمناسبه هذول اللي قاعدين به ولا واحد عراقي كلهم ايرانيين وافغانستانيين وهنود وباكستان واللي يوقف يم اي جهه من اي منطقه من السياج هذا المحيط بالحي راسا تجي شرطه النزه وتلقي القبض عليه. فاحنا ما نريد هذول ولا نريد حكومتهم ونريد الشعب ان يستمر بالتظاهرات بل يحولها الى ثوره وكلها دجل وعادوا الى قضيه المحاصصه من جديد وشكرا. نعم ابو زينب من النجف كان معنا شكرا لك. اعزائي المشاهدين مستمرون معكم بتقديم هذه الحلقه ناخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. نقرا رساله على الواتساب يقول السلام عليكم اخي عمر، قبل يومين قامت ميليشيا الحشد باختطاف 43 فلاح من اهالي الطارميه بتهم كيديه كما يقول، واليوم للصباح ولغايه الان حملات دهم واعتقال في للاهالي الابرياء ضمن تكتم اعلامي قوي وحاله الطارميه يرثى لها، تصفي على اهل السنه كما يقول، وفي سيطره الخزنه قاموا جماعه الامن الوطني باعتقال عدد من الشباب العبايشي. هذه رسالة على الواتساب. معنا اتصال أبو ناصر من تركيا، تفضل أبو ناصر. عليكم أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لحضرتك والقناة الرافدية. حياك الله يا أهلا. أستاذي العزيز، وبس تعقيب صغير أستاذ عمر على الأخ عثمان من الموصل. نعم. يعني بس أريد أقول شنو هالتملق هذا وشنو هاي الأفكار اللي تحملها يا أخي؟ هو منو دمر العراق غير المالكي؟ اتحدى اي واحد يأيد كلامك اللي حكيته من خلال اتصالك. يا اخي ثق بالله بوجودك ووجود امثالك اللي يأيدون المالكي راح يبقى العراق مدمر ولا راح يصير به اي تقدم. يا اخي والله اتقي الله، هو منو دخل الدواعش المحافظات السنيه غير المالكي؟ ومنو هجر الملايين غير المالكي؟ ومنو اعتقل السنه غير المالكي؟ ومنو دمر البلد باكمله غير المالكي وزمره المالكي؟
فاتقوا الله من واحد يريد يحكي كلمه حق. انا لله وانا اليه راجعون. نعم. وبعدين هو استاذ عمر شنو اللي راح يتحقق اذا تشكلت الحكومه الجديده؟ الكل دا يتقاتلون من اجل تشكيل هاي الحكومه وبسبب طبعا كسب المناصب. نشوف الاعداء صاروا هسه حلفاء. واذا تحقق اللي يريدون تحقيقه وتشكلت الحكومه لا سامح الله برئاسه المالكي او فالح الفياض او هادي العامري فقرا على العراق السلام. واذا حزب الدعوه والمالكي ما حقق بعض اللي ما حققوه بسنه 2010 فراح يصير الطريق مهد لهم بتحقيق كل شيء يردون يحققوه. وهو تهجيج الطائفيه بشكل اكثر من السابق واعتقال وتهجير وقتل اكبر عدد من سنه العراق. نعم. وعيب على اللي يدعون بانهم يقولون احنا سياسيين مثل اسامه النجيفي وغيره ان يصطفون مع اللي دمروا السنه واعتقلوهم وقتلوهم وهجروهم. نعم. وليش هذول السياسيين ما يطالبون باعمار المحافظات اللي دمرت؟ وهم عندهم يعني الحكومه عندها كل الامكانات الماديه، وين راحت ال 30 مليار دولار اللي استلموها من مؤتمر الكويت؟ وين راحت؟ وليش ما يطالبون برجوع الناس اللي عايشين الى هسه بالمخيمات؟ يعني هم مرتاحين لان الملايين من ابناء جلدتهم مهجرين ونازحين؟ طبعا اكيد مرتاحين لانه ما يهمهم غير بس يحصلون على مناصب ويتقاسمون خيرات البلد وخلي يذهب النازحين والمهجرين للجحيم. نعم زين. نجيفي مو كان دائما على خصومه مع المالكي ويطلعون هو وغيره من كتلته؟ هي هاي المالكي وهو السبب بتدمير الموصل وغيرها من المدن. هم هذول اللي يدعون بنفسهم سياسيين سنه، هم هذول حش الحضور وحش يسمع وحش حضرتك، هم هذول اللي يتلقلقون على مود يحصلون على منصب، ما يهمهم هم لا سنه ولا شيعه ولا اي احد يهمهم بالعراق، يهمهم بس يحصلون على مكسب ويحصلون على منصب في سبيل يتقاسمون الكعكه مع هذول الموجودين بالسلطه اللي هم من زمره المالكي وغيرها. وبعدين يعني استاذ عمر هي كل تحالفاتهم ما راح تفيد. ما دام قاسم سليماني والمبعوث الامريكي موجودين بالعراق وهم اللي يقررون منو راح يصير رئيس وزراء، ومستحيل تتشكل حكومه ما يكون ولاءها لايران، هذا شيء احنا مقتنعين به والشعب اعتقد 90% مقتنع بهالشيء هذا. يعني على الشعب ان ما يبقى ساكت وينتظر راي المرجعيه، لان المرجعيه مستحيل توقف بجانبهم، والمرجعيه نفسها قالوها والسيستاني نفسه قال المجرب لا يجرب. والشعب جرب المرجعية وعرف ما فادته فلا ينتظر رأي المرجعية. هذا ختم الكلام. نعم. الشعب المفروض ينهي هالزمرة هاي الموجودة ويتركنا من شغلة المرجعية ويتركنا من شغلة السستاني، لأن كافي والله 15 سنة المرجعية قالت والسستاني قال وهذا صرح وهذا حكى، كافي. شوفوا حالكم ليوان وصل وشوفوا البلد ليوان وصل وشوفوا البلدان القريبة منكم قريبة من العراق جيران العراق شلون صار وشلون وضعيتهم. يعني إذا تسمح لي لأقل من دقيقة أستاذ عمر بس أوضح لك في الشيء صار وياي قبل 3 أيام تقريبا. نعم. يعني انقطع المي عندي بالعمارة اللي أنا أسكنها، والعمارة طبعا مكونة من 8 شقق. والله العظيم قبل ما ينقطع المي صعد علينا واحد طبعا على كل الشقق الى ان وصل للشقه مالتي، دق الجرس طلعت له قال اذا تسمح لنا مو اقل من 45 دقيقه راح نقطع عنكم المي، عندنا تصليحات بالبايب الارضي. طبعا وافقنا على حسب الاصول. ثق بالله العظيم ما مضت ال 45 دقيقه الا واجانا المي. نعم. وبنفس القوه اللي يجي المي للشقه الارضيه دا يصعد للشقه اللي هي اكبر عماره واطول عماره موجوده. يعني ليش احنا ما يصير براسنا خير مثل ما هاي الدول دا تنطي لشعبها وقاعد تريحها وتنطي كل مستلزمات الحياه؟ شو وقت احنا راح نوصل لهالمرحله هاي؟ حسبنا الله ونعم الوكيل على كل الموجودين بالعمليه السياسيه. نعم. شكرا استاذ رمضان. اشكرك ابو ناصر من تركيا كان معنا. يعني فقط للتذكير اللجنه البرلمانيه يعني حملت رئيس الوزراء نوري المالكي في وقتها سقوط مدينة الموصل ودخول تنظيم داعش، يعني هذا للتذكير فقط. هذه لجنة برلمانية وليس كلام إعلام. الحديث عن الائتلاف والحوارات بين المالكي والعامري والفياض والنجيفي، اليوم كذلك وكالة الأناضول تحدثت بأن هناك سباق بين زعيم ائتلاف دولة القانون نور المالكي ورئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي
لتشكيل التحالف الأكبر في البرلمان. معنا اتصال أبو محمد من الأنبار. تفضل أبو محمد. أبو محمد اسمعني مباشرة من التلفون، اترك التلفزيون الله يخليك، اترك التلفزيون الله يخليك. الو سمعني ابو محمد، نص التلفزيون الله يخليك. ابو محمد تسمعني؟ نص التلفزيون الله يخليك. اسمعك نص التلفزيون للاخير، نص التلفزيون للاخير. نصيته تمام. تفضل اخوي العزيز. بالنسبه لهذا المتصل من الموصل، نعم اي نعم، هذا يعني عليك تناقشه ومالك ست رواتب. وين شال ست رواتب؟ الله وكيلك العالم دايحه وتشحن، وين اكو ست رواتب؟ كل بيت وسلم ثلاث ارباع المحافظات كلها بيت داعش وزلمنا راحت. هاي سوالف يعني جريمه تناقشه. اما ما يخص الحكومه وهاي التكتلات، ايران هي اللي تريد تخليه خلاص ما بيها مجال. اول ما انتهت الانتخابات اذا تذكرون، قبل ثاني يوم جاء قاسم سليماني زار العراق. نعم. اذا يعني الشعب ما بيده شيء، الحان نطلع مظاهرات. الله وكيلك قاسم سليماني هو اللي يريد ينصب حاكم المالكي او العبادي او اي واحد يخدم مصالحهم راح يخلوه. لذلك فعلي الشعب إذا ما يطرد هاي الأحزاب الفاسدة كلهم الأحزاب سواء السنية أو الشيعية كلهم يطردوهم للعراق، والله البلد ما تقوم لقائمة إلى يوم القيامة. هاي الأحزاب كلها طردها، شلع قلع، كلهم حرامية، كلهم إشلاكية، دمروا العراق. الله وكيلك هاي كل هاي البلدان أمريكا وإيران كلها تريد عندها تخدم مصالحها، ما عندهم أي شيء يفيد العراق سواء خدمة مصالحهم. نعم. ممنون اخوي العزيز. اشكرك ابو محمد من الانبار كان معنا. خلونا نقرا رسائل الواتساب. يقول الاحزاب والكتل الفاسده سنيه كانت او شيعيه تعيد نفس المسرحيه بتقاسم المناصب والمغانم، ولا يخطر والغنائم طبعا هي، ولا يخطر ببالها بان هناك شعب، لانها تعتقد كطبقه فاسده بان الشعب ينتهي دوره حيث يضع إصبعه في الحبر البنفسجي، فلا دور الشعب والتظاهرات مجرد فقاعة، هكذا يقولون دعاة مظلومية الشيعة. والمصيبة بأن الشعب لا يتعظ ويعيد انتخابهم، فلا يتبع صوت الضمير ولا المواطنة، وحق عليهم قول الله تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا يظلمون. المرسل صادق الكربلائي. طبعا هاي الانتخابات الأخيرة ما راح بها أكثر من 20%، يعني الاستطلاعات المؤكدة تشير إلى 20 أو أقل من 20%، والجماعة هم مشوا الانتخابات والآن لغاية الآن ما شكلوا الحكومة. نعم. رسالة أخرى يقول فيها أستاذ الحكومة مستمرة لأن أمريكا اشترت الحكومة المتظاهرين إذا لم يستمرون ويلبون هذا الهدف، هدف الشعب العراقي الواضح. إذن الوضع إلى سيء يقول. وكذلك يضيف إلغاء الاحتفال بعيد الأضحى كما قال، وإعلان الحداد على شهداء المتظاهرين الذين استشهدوا من أجل الشعب. رسالة أخرى يقول السلام عليكم، إذا رجع المالكي راح يدخل العراق حمام دم جديد، بعدما دمر المناطق السنية راح يدمر المناطق الشيعية. والنجيفي هو دمار جميع أهل السنة، واللي ولا أحد يفكر بالعراق يستقر ألا تنتهي هذه الحكومة الإيرانية. أخوكم أبو عيسى. معنا اتصال أبو حكمة من الموصل. تفضل أبو حكمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة للحكومة اللي تشكلت حاليا، وزعوا يعني مثل ما نقول وزعوا يعني الأذية بالتفاق. مالكي جاء حديث الأذية مالكي في خلال أهل الجنوب كلها، وأهل السنة دمروا كما عدنا أهل السنة كلها، فوزعوها بالتفاق. هسه هم رجعوا في الحامل اثنين هذا عثمان بن القصري عند حمام علي عايزين والله يمكن تترى راتب
أنا الدلاس، أنا هسه عمري 63 سنة وخدمتي 35 سنة بالجيش لحد الآن ما متقاعد. نعم. فإحنا هذا يتملك ما يتملك الأحزاب. والله إذا عدنا إيش نمان والله فلا يصير براسنا خير. واثنين إحنا إذا ما تصير استفارة تحديدنا على الجماعة والله من إلى يوم القيامة. لأن هذول حتى عرجهم كله طاير بعدي. دمر الدخل المستقبل للجهاد العرب دمر احتمقوا سوال الناس تتفضل لا هاي مو حكومة يعني في تفضل يحكمها مثلهم يقدر يحكم أحسن منهم يحكم هذول كلهم جايين على عن نهيبه وعن بوض الدعم كثير فيه ولا خطنا ذول دمر أحد السنة والله وبالله وسلا وجماعة في عدا مرة في عدا جيبه نعم ايش عم صاير ويا الحكومة يقتلون بالشعب وهذا ما بدأ صاير ثلاث باتوان نعم أبو حكمة من الموصل كان معنا رسالة يقول أبو فيصل من تركيا إذا أخي عمر والله إذا صار المالك وهذا العام رئيس وزراء أقرأ السلام على العراق ونطلب من التظاهرات أن تكون ثورة. صحيفة العرب اللندنية كذلك تحدثت عن رعاية إيران لمشاورات بين الكتل السياسية في العراق وتشكيل الكتلة الأكبر في الحكومة المقبلة. أوضحت الصحيفة بأن اجتماع رعته إيران جرى بين ممثلين عن كتل شيعية وكردية وسنية في بيت زعيم ائتلاف الفتح هادي العامري، وأدار هذا الاجتماع نور المالكي، كما ضم أطرافا من داخل ائتلاف العبادي الذي بدا مستبعدا من قبل إيران بحسب ما قالته الصحيفة. وكالة الأناضول نكمل الحديث اللي أشرنا إليه قبل اتصال أبو حكمة، تحدثت أن هناك شبه اتفاق بين ائتلاف المالكي والتحالف الفتح بزعامة هادي العامري لتشكيل الكتلة الأكبر، بينما يقترب ائتلاف النصر بزعامة العبادي من تحالف سائرون المدعوم من مقتدى الصدر لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر. وأضافت وكالة الأناضول بأن بعض القوى السياسية مجبرة لحسم مواقفها أو موقفها خلال وقت قريب لاتخاذ القرار بالانضمام إلى جبهة المالكي أو جبهة حيدر العبادي. تحالف الفتح يعني تحدث عن محاولة لإقناع مقتدى الصدر للانضمام إلى التحالفات السياسية الحالية لتشكيل الكتلة الأكبر التي سيخرج منها رئيس الحكومة القادمة. وتحدث عضو تحالف الفتح حنين القدو بأن العامري يحاول إقناع الصدر بالانضمام إلى الكتلة البرلمانية وحل الخلاف مع نوري المالكي. أضاف بأن تخلف أحد الأحزاب الشيعية عن الدخول في التحالف سيفتح الباب أمام الأحزاب الأخرى لاستغلال الخلاف وفرض أجنداتهم على العملية السياسية القادمة، في إشارة منه إلى أن الأحزاب الكردية والعربية السنية المشاركة في العملية السياسية. النائب جاسم محمد جعفر تحدث عن مساعي لاندماج ائتلاف الحكمة والنصر وسائرون ودولة القانون والفتح لإعادة تشكيل التحالف الوطني. جعفر تحدث بأن الكتلة الشيعية أو الكتل الشيعية إذا تحالفت مع الكتل السنية والكردية منفردة لن تستطيع مواجهة أي تلويح بسحب الثقة على الحكومة أو تنفيذ برامجها. أشار إلى أن الكتلة الشيعية أدركت خطورة التحالف الواسع دون اندماجها ببعضها، وأضاف بأن المساعي لإحياء التحالف الوطني هدفها عدم المجازفة بالاشتراك في تحالفات أخرى، وأكد بأن تحالفهم سيعلن في الأيام القليلة المقبلة. طبعا القيادية كذلك في تحالف النصر جميلة العبيدي رجحت حدوث تصدعات كبيرة داخل التحالف الذي يترأسه حيدر العبادي بسبب الصراع على المناصب. وقالت العبيدي بأن تحالف النصر يشهد صراعا داخليا بين الكتل المشاركة فيه من أجل كسب المناصب السيادية في الحكومة المقبلة، لافتة إلى أن التحالفات الأخرى ليست أفضل حالا من تحالف النصر، حيث تشهد كذلك منافسة كبيرة بداخلها من أجل المقاعد الوزارية. خلونا نشوف مقطع يوضح إذا رحنا على موضوع المظاهرات، يعني
يوضح إطلاق الرصاص الحي من قبل القوات الحكومية على المتظاهرين في ناحية لهوار بمحافظة البصرة. معنا اتصال صباح من بغداد، تفضل صباح. السلام عليكم استاذ، ورحب بكم قناتكم الكريمه الوطنيه اللي جاي تنقل معاناه الناس وجاي تنقل المؤامرات اللي جاي يصير ضد هالشعب هذا المسكين. نعم حياك الله، تفضل. بالنسبه لموضوع الداخل فد بالنسبه للتحالفات هاي اللي جاي يصير حاليا، يعني لو ينظرون السياسيين والكتل وقادة الكتل إلى مشاكل الناس ومعاناة الناس من نقص خدمات والكهرباء والبطالة وغيرها والفساد المستشري بكل الوزارات، يعني كان أشرف لهم من أن يتآمرون على بلد ويتحالفون ويسوون كتل واجتماعات سرية مغلقة بيناتهم على كلها على شغلة مناصب وزارات. احنا نعرفها الوزارات، وزارة الكهرباء راح تنباع بهلقد، وزارة الدفاع تنباع بهلقد، والمنصب رئيس الوزراء راح يلقي تعهدات لكل الكتل المشاركة بالحكومة، تعهدات طبعا خيالية لكل اللي راح يأيدوه. وشفنا بالفترة الأخيرة التحالف أسامة النجيفي والخنجر مع المجرم هادي العامري اللي متلطخه ايديه بدماء كل العراقيين. نعم. سواء سنه او شيعه، محافظات جنوب او بغداد او الغربيه، تحالف مع يعني اكبر مجرم بالمنطقه هو هادي العامري ومعاهم ابو العصائب. فشوف تحالفاتهم هاي اللي ما راح توصل الشعب الى قدمة مرحله او خطوه للامام. شوفوا يعني الناس جاي تعاني، المظاهرات بالجنوب، المناطق اللي دمرت على ايد الحكومه العراقيه وعلى ايد الارهاب، المناطق الغربيه اللي لا بنيه تحتيه والناس عايشه بالخيم وعايشه ببيوت هيك عمروها شلون ما كان بلوكات وطابوقات في سبيل بس يقعد يبات فيها. يعني ما جاي يفكرون لا ببناء المناطق المدمرة ولا يفكرون بالأوجاع اللي جاي يحسون بها أهل الجنوب ومظاهراتهم هاي السلمية اللي هي ضد الحكومة. يعني ما همهم كل شيء، لا بناء مستشفى، لا تبليغ شارع، لا بناء مدارس، لا اهتمهم بوزارة التجارة، لا اهتمهم بوزارة الزراعة. العراق يعني إلى يعني وصلهم العراق إلى مرحلة مزرية وهم يتحالفون أي تحالفات والشعب المسكين مغلوب على أمره. يعني اذا هذول جاي يقادون من دول ايران او امريكا، السير بيهم على يعني اتمام عمليه الحكومه وانهاء الانتخابات، يعني اللي مره كلها نعرفها احنا تزوير مرروها على الشعب. نعم صباح. ولا حسن معاناه الشعب، يعني ما يهمهم حكومه فاسده مدعومه من قبل المرجعيه ومؤيدتها المرجعيه، والدليل على صمت المرجعيه وما اعطت اي بيان ضد هذول الفاسدين والخونة اللي دمرهم العراق. نعم صباح، أنا أشكرك صباح من بغداد. أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.